مرافقة المجتمع الدولي للحكومة الانتقالية في مساعيها لرفع كفاءات أفراد المجتمع مستمرة، فقد جاءت هذه المقابلة التي جمعت وزير التدريب المهني والحرف والقروض المالية الصغيرة عثمان موسى محمد بالممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في تشاد كمال الدين. خلال اللقاء الذي استمر أكثر من ساعة، أبدى الدبلوماسي الأممي عن مواصلة المنظمة في دعمها لتشاد بجميع المجالات، خاصة التدريبات المهنية والمجالات ذات المصالح المشتركة. وأضاف مسؤول المشاريع قائلا أن هذا القطاع يعتبر ضروري جدا، خاصة للشباب وأصحاب المهن التي في حوجة إلى تدريبات مستمرة. هذا وأنهم بصدد بناء مركز تدريب مهني للشباب بمركز إداري ماني بولاية حجر لميز في إطار برنامج التكامل بمنطقة حوض بحيرة تشاد. يذكر أن برنامج الأمم المتحدة للتنمية بفضل سياسته وتعاونه المشترك مع البلاد تشهد هذه الفترة الانتقالية الثانية تقدما ملموسا بجميع الأصعدة.